بيجاوب على كل الاسئله الخاصه بالمباراه. كابتن ربيع، كنا بنتكلم على صلاح محسن ومروان محسن، والهدف النهارده يفرق كتير جدا مع مروان محسن. ده طبعا ما بعد اللقاء، وكابتن حسام البدري بيحتفوا بيه طبعا جماهير النادي الاهلي بعد اللقاء، يعني بما معناه الاحتفال ببطوله الدوري. طبعا النهارده مباراه كانت مميزه، 3 نقاط مميزه. نسمع طبعا جماهير بتقول ايه لكابتن حسام البدري. كابتن ربيع، نتكلم على مروان وعودته.